احنا هسه نخاطب المسؤولين. المسؤولين يعني احنا 25 نفر، و25 نفر يعني كلهم عندهم عوائل، كلهم صاحب عوائل. ذولا هذا المشروع اللي اتعزل بعد 15 يوم كلنا نصير بالشوارع. من حينتجه لنا؟ من حيحكي ويانا؟ من حيقول لنا تعيينكم موجود؟ من يقول لك هذا راتبك هذا الشهر تعيش به عائلتك؟ انا هسه بنحكي احكي من حرقه قلب. احكي على راحتك. احكي من حرقه يعني اني موجود اشتغل بهذا الحقيل، اتامل راس الشهر يجيني مبلغ، اعيش به عائلتي واكل عائلتي بلقمه حلال. انا اليوم قدرت النظر اني يعني لا اروح ابوق ولا اروح اسرق، انا قاعد اجي واشتغل هنا حرصا على عائلتي، حرصا على كل شغلي، حرصا على كل مختلط بي. نعم. نعم. يعني اليوم انت مستقبلك مهدد. طبعا. يعني اذا بعد 15 يوم مثل ما قلت 15 يوم انا مو ابو الحقل ما مستعد بعد ينطيني اجور ورا ال 15 يوم. يعني هو لحد الان واقع بتهلكه. وقاعد يتامل من هاي الدوله انه تجي يوم يقول له حنقذك من هذا المكان، حنشيلك الى مكان احسن. يعني يتامل بسوق يوم يتحسن عن بكره. وإذا تجي بعد يوم عن بعد يوم يصير بالأنقص. إحنا هسه مهددين لمدة 15 يوم، عندنا قاعتين تحاول على 200 ألف دجاجة، يعني نزرهم بعد 15. 200 ألف دجاجة. 200 ألف دجاجة. هاي 200 ألف دجاجة تنتج بيض تقريبا باليوم. 450 كرتون باليوم. باليوم. باليوم الواحد. يعني هذا العامل ترى مو قاعد على تبريد أو قاعد على مكتب. الله يساعده اليوم والله احنا قبل ككادر تصوير دخلنا اليوم بهذه القاعة احنا ربع ساعة ما متحملين ربع ساعة ما تحملنا هذا الحر. فاليوم بجهد بتعب قاعد يجيبون هذه لقمة العيش الحلال اللي حتى على هاي يحاربون.